السلام عليكم ورحمة الله. راح نتسلى بهذا الجهاز، جهاز نسائي. كلياتكم عم مر عليكم هذا الجهاز. فالمشكلة اللي فيه المسنن اللي بركب هون، تمام؟ فلاحظوا هاي الأسنان متاكلة، ما لنا في هذا. هلأ في عنا خطوة، أول خطوة. أنا طبعا حابب أتسلى فيه وبدي أفرجيكم كيف الطريقة اللي أنا بحاول إني أرجع شغله. طبعا اشتغلت شغلة وحدة فقط هون، هذا الميل بيركب هيك بهالشكل هذا. طبعا إله مكان، إله مكان ثقب. هذا نتيجة الدوران والاحتكاك. هذا البلاستيك دايب ومجمع، يعني ما نضال المكان أبدا. فأنا الشغل اللي اشتغلته فقط هالكاوي هذا هيك عبعبي الفراغ بهالشكل هذا هيك لحتى يتماسك. هلق هاي الخطوة انتهيت. طبعا الكاوي، راس الكاوي ما تروح تشتغل براس كاوي محترم تعطله، مجرد حطيته هون عطلته. فهذا الراس في مشكلة عندي انا، فلذلك عم اشتغل فيه. هلق راح نثقب ونعمل قاعدة لهذا الميل. طبعا بدنا نحاول انه يكون عمودي 100% هيك بهالشكل. اظن ممتاز. طيب نشوف، ناخذ نفس القياس، هاي الريشي نفس القياس. ركب مثل الأساسي. طبعا نتيجة الاحتكاك بيولد الحرارة، فعمل ذوبان بالبلاستيك وما ضل له مكان. انتهينا من الثقب، هلا بنرجع نسحب الميل وان شاء الله يكون الثقب صحيح، لانه اذا ما هو صحيح في ميول المسنن. هلا عندنا مشكله بالمسنن، بس لو نفرض انه المسنن صحيح سليم ما في شيء، فاذا كان في ميول فبتضل ياكل من بعضه ويرجع يعمل حراره وينضرب. فلذلك لازم ننتبه للملاحظه. هلق انتهينا من هاي النقطة، بنجي للنقطة الثانية. شايفين يا ترى كيف بدنا نحاول نرجعوه مثل ما كان؟ راح نجرب. هل التجربة هاي ما مشي الحال؟ طيب انا راح احاول جلسه هيك بهالشكل، وراح اعمل هيك حركه صغيره فيه نشوف بيشتغل ولا ما بيشتغل. الشكل هذا
طبعا هذا المسنن او الفراش او الترس، سمي اللي بدك اياه، مجرد انضرب اذا ما في بديل فالجهاز مثل قلته. هلأ التجربة هي بدأعطيه حرارة، صدق ورجع مثل ما كان. نشوف ملكي بيكمل معنا. بس في أسنان مهترية، نحاول إنه ما نخسره عرضنا لدرجة حرارة أعلى. فالحرارة عطلته والحارة والحرارة خليها هي تصلحه. بإذن الله رجع مثل ما كان. بده شوي صحيح من هذا الطرف، لكن من هون يعني أموره ممتازة صارت. في عندي هذا السن هذا تقص زيادة اللي ما فيها فائدة. هذا الفيديو صرنا نشتغل فيه حرفي، يعني أخذنا مهنة غيرنا، أخذنا مهنة الحرفيين، أخذنا دورهم. طولوا بالكم علينا شوي، انتوا حطوا لايكات لبين ما اخلص. لانه انتوا بخيلين علي باللايكات. اذا ما هذيك المرة ذكرتكم باللايكات صاروا اللايكات اكثر من عدد المشاهدين.
فلذلك مو بخل عم تنسوا. هلق شوفوا شايفين يعني نوعا ما ماشي الحال. نشوف هيك طبعا لو شغلناه لمدي واخذ حرارة من بعضه اكيد راح يجلس. راح نركبه بس نتوقف ثواني منكمل. انا ركبت بس هذا المسنن بس هذا. هلا الاهم هذا الركبه هذول الاسنان اللي كانوا فيهم مشكلة. طيب بنشغل ونشوف. نجحت بإذن الله مع أني أنا كنت يأسان من هذا المسنن. بدي أتركه لحتى يأخذ حرارة من بعضه وهيك بهالطريقة بجلس كل سن في مشكلة بجلس وبيأخذ وضعه السابق. واضح انه اموره جيده صارت. هلا في بعض الاسنان توضحوا مثل هذا السن ما بعرف اذا مبين. هذا في زياده طبقه رقيقه بدي اشيلها. هاي بدي اشيل الطرف الثاني ممتاز صار. بس بزيادات نشيلهم الطبقة الرقيقة فقط يعني مثل هاي. هاي براس السن. هاي مع الاستخدام مع العمل بتصير تسحبه للسن وبتعطله. فنحن بنشيلها من هلق ونرتاح منها. نرجع نجرب نشغل. أمور ممتازة.
طيب لو حطينا له زيت نقطع حتى يصير في عنا سهولة أكثر بالحركة. نحط المحرقة مشان ما يعبينا الزيت. اتوقع انه هلا هيك صار شغال جاهز للعمل. السلام عليكم.